معانا كابتن الكبير، واحد من الاسماء الكبيره اللي عدد ايضا في الكره المصريه لاعبا ومدربا، كابتن محمد ثابت صاروخ مدرب نادي زد. يا كابتن محمد مشرف ومنور. الله يكرمك يا كابتن كريم. زي حضرتك كابتن، زي حضرتك، كل حضرتك حضرتك طيب وسلام وشاهدين بخير. يا رب يخليك. النهارده قعده حلوه، قعده ملفته للنظر من روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع انديه صاعده حديثا للدوري الممتاز، في تصرف يمكن جديد علينا في الكره المصريه، المدرب اجنبي يقعد مع انديه صاعده مش انديه كمان موجوده في الدوري الممتاز هذا الموسم. القعده دي كان فيها ايه اللي حصل؟ والله كابتن كريم طبعا شكر بقى كلنا، راجل غايه في الاحترام، كانت طبعا قعده مثمره جدا. انا كابتن مجدي طبعا كان مسافر خارج مصر، فطبعا انا حضرت مكانه. يعني مش عايز اقول لك كميه، الواحد كان مبسوط قد ايه، يعني اول مره احسها ان في منتخب المدير الفني بتاع منتخب مصر عاوز يقعد مع الفرق اللي صاعده. طبعا كانت قاعده تحفيزيه زي حضرتك كنت بتقول، كان يشوف مشاكل ايه اللي كنا بنواجهها في خلال الدوري بتاعنا، مجموعه الصعيد، مجموعه بحري، مجموعه القاهره. اتكلمنا معاه بكل صراحه، راجل ما بخلش باي معلومه، حتى كلمناه في امور فنيه كتير، الراجل ما بخلش باي معلومه. ودي يعني كلم يعني بصراحه يمكن حاجات قليله جدا، ان اتعاملت مع مدربين كتير كان ممكن ما يقولش معلومه بشكل كامل. لا يعني كابتن محمد بس عشان افهم اكتر، كلمتوه في امور فنيه تخص فرقكم، تخص المنتخب، رايكم في المنتخب، في الفريق. هو بيكلمنا كابتن انتوا بتلعبوا بطريقه ايه؟ قلنا له مثلا بنلعب بطريقتك، مثلا بنحب نلعب اي خطه، مثلا 4 3 3 4 2 3 1. هو بيلعب ب 4 3 3، الراجل ده بيقول لك انا بلعب كذا، والتمرين عندي ما بيزيدش عن مثلا ساعه ونص، بعمل فيها تكت كتير، ما بعملش فيها اللي هو بيبقى كله كوره جديد دلوقتي، بيبقى كله كوره، ما فيش اللي هو المجهود البدني اللي زي الاول. ادانا مثلا كده يقول لك بتاع البيانو ما بيقعدش يلف حوالين البيانو مثلا عشان يجي يضرب على البيانو، لا بيخش على طول. فهي دي يعني الواحد استفاد طبعا، قاعده كانت جميله جدا معاه وما بخلش باي حاجه علينا. وطبعا كابتن محمد غرابه طبعا كان عامل مجهود مشكور عليه، طبعا بنشكره من خلال حضرتك كابتن كريم. الناس كلها بصراحه الواحد كان مبسوط جدا. اتكلم معاك على لاعبين، سالك على اللاعبين، سالك على الفكره بتاعت التدعيمات، سالك على اللاعبين ازاي صعدتوا، كلمك على الفريق بشكل اكبر يعني. اكيد طبعا اتكلمنا لمجموعه زي ما حضرتك بتتكلم عارف، وقلنا لهم مجموعه القاره دي صعبه جدا، وكان فيها فرق كبيره بتنافس، خمس ست فرق لغايه اخر ماتشين كانوا بينافسوا، المجموعه كانت صعبه جدا. قال لي طب والمشاكل اللي عندك؟ لا ما فيش مشاكل، مجموعه القاره مثلا الملاعب لا كويسه، ما فيش اي مشكله خالص فيها. طب الكوره زي ما بنشوفها، هل فرق بتلعب من تحت ولا في فرق على طول بتشعلق الكوره زي ما بنشوفها؟ لا قلت له اغلبيه المجموعه الملاعب هي اللي بتجبرك انك تلعب كوره، وفي جيم مفتوح بتلعب والناس كلها عايزه تكسب. كلام يعني ما قابلنا ان في مثلا فرق بتعلق كوره، و زي مثلا كابتن احمد بيو كان قاعد معانا مجنونه، بيقول لك الملاعب كانت مشكله بالنسبه لهم. يمكن اخر ماتش ولا حاجه كسب بكور ثابته، ملعب صغير، ملعب وحش. واتكلمنا على طبعا النقطه مهمه جدا كان بيسالنا عليها، الدوري المحترفين السنه الجايه. واتكلمنا طبعا فيها، طبعا هو دوت بقى له عايز ثلاث اربع سنين عايز يطبقها، مش عارفين يطبقوا ازاي. هي طبعا يبقى مكسب للكره المصريه، بتتكلم في ملعب تبقى محترمه. طب كابتن محمد كنت عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. لو كان زيد ما صعدش للدوري الممتاز، كنت هتبقى مع فكره دوري المحترفين في الدرجه الثانيه ولا ما كنتش هتبقى معاه؟ لا اكيد طبعا يا كابتن كريم انا لازم ابقى معاها طبعا. كابتن كريم بتتكلم في فرقه برضه تبقى فرقه قويه جدا، بتتكلم في 20 فرقه قويه جدا. بتتكلم في ملاعب احسن، مش هتروح تلعب بقى ملاعب مش جاهزه، لا تلعب في استادات امكانيات محترمه، تدعيمات هتبقى كويسه جدا، هتلاقي لا دوري زي ما هو موجود في كل حته في العالم كابتن كريم، يعني موجود في انجلترا وفي اسبانيا، الدوري المحترم اللي عاوز تقدم الكره لازم بقى يبقى في دوري محترفين محترم وملاعب كويسه. انت حضرتك لو شفت الملاعب مثلا يعني في مجموعه يمكن بحري معقوله شويه، مجموعه بحري في ملاعب طبعا، لا شوف مجموعه الصعيد عامله ازاي، وفي ملاعب ولا مجموعه في ملاعب برضه مجموعه بحري صعب تلعب عليها كوره. صحيح. طيب بالمناسبه كابتن محمد، هل النهارده روي فيتوريا انتوا اتكلمتوا مع اللاعبين مميزين عندكم ممكن يبقوا موجودين في منتخب مصر في المستقبل؟
قلت له مثلا يبقى بص عليهم بشوفهم دول هيفيدوا المنتخب بعد كده؟ والله كابتن كريم هو فعلا كان جه بص على علينا، كان في لعيب جه بص عليه السنه اللي هي السنه دي يعني، جه بص عليه كان في ماتش معين وقال لك لا ريف توريا جاي يتفرج على اللعيب عندنا، فعلا جه اتفرج. كان مين يا كابتن محمد؟ كان مين؟ نعم كان مين هو اللاعب؟ كان بيتفرج على حارس مرمى مزيكا عندنا، انه كان عامل موسم طيب جدا، وكان يعني هو اللعيبه طبعا مميزه جدا ولعيب مميز، جيت اتفرج عليه وبيتابع، قال لك انا بتابع. بس هو حتى كان بيقول لك المشكله دلوقتي ان حتى كلمنا في مشكله ان لعيب مثلا يبقى 23 24 سنه بتعمل لهم مسابقه، صح، مسابقه ناشئين. فالراجل بيستغرب قال لك الكلام دوت كله بره 21 سنه 22 سنه عندنا مثلا في البرتغال بنفيكا والفرق الكبيره دي بيجيب ملايين، واحنا لسه هنا بنلعب ولسه بنلعب هنا ناشئين. صحيح. لا بيلعب دوري ممتاز، بيلعب دوري ممتاز من بدري كمان، من سنتين ثلاثه. لا طبعا انا بكلمك حضرتك يا كابتن ان مثلا هنا مسابقه، عايز تعمل مسابقه 2000 او 2001 ولا اللي اتلغت، 24 سنه لعيب 24 سنه وتقول عليه لسه ناشئ. صحيح يعني مشكله كبيره. صحيح. انا طبعا اتكلمنا في نقطه مهمه جدا. صحيح. الفرق اللي عندها مواهب صغيره لازم تطلع. محمد صلاح 17 سنه، تريزيجيه طلع 17 سنه. صح. ودوت واحنا بنجني ثماره دلوقتي. محمد صلاح ما شاء الله حاجه مشرفه، وجهه مشرفه لمصر كلها. صحيح. طبعا فطبعا هيجي مع الوقت ان اللعب الفرق اللعيبه الصغيره لازم تاخد فرص كتيره جدا، ودي واجب علينا كمدربين وانديه نديهم فرصه. صحيح. فرصة محترمة عشان نفرغ لمنتخب مصر. طيب. برضو عايزين ننزل بالأعمار شوية 100%. كابتن محمد السنة الجاية أو الموسم الجديد يعني إن شاء الله أكيد ناويين تعملوا تدعيمات قوية جدا، عشان حسب فهمي إن زيد داخل بقوة كبيرة في الدوري الممتاز، تدعيمات كثيرة ولا تدعيمات قليلة؟ والله كابتن كريم إحنا ساعة ميعادنا من أول يوم ساعة لما جينا مسكنا نادي زيد، الناس كان ليهم رؤية واضحة، هم برضو الميزانيه ليه بادجت معين بيتحرك فيه. مش الناس متخيله ان احنا هنجيب، لا في ناس طبعا مكمله معانا، الهيكل الاساسي بتاع الفرقه موجود، هتدعم طبعا، لازم تدعم عشان تبقى موجود بشكل محترم في الدوري. لان زد يعني الحمد لله اسم اتولد كبير وان شاء الله يبقى كبير باذن الله. ايه اكتر الخطوط اللي ناويين تعملوا فيها تدعيم؟ لا انت حضرتك كابتن بتتكلم في كل الخطوط اللي لازم هتجيب طبعا. كل الخطوط لازم تجيب طبعا تدعيمات. تدعيمات عشان دوري ممتاز اكيد مختلف. طبعا كابتن حضرتك شايف السنه دي الدوري صعب. ولغايه دلوقتي فعايزين نقعد بشكل محترم يليق باسم نادي زد. صحيح. ايمن اشرف ورامي ربيعه هيبقوا اضافه لزد؟ والله انا لسه ما كابتن كريم ما بجد كابتن مجدي مسافر، ما اعرفش هو يعني ما قعدناش مع بعض لسه. هيجي من السفر ان شاء الله ونقعد مع بعض نشوف ال بس اكيد يعني هو الكلام ده اتكتب في كل مكان، بس اقصد انه اكيد لو هم موجودين، عشان كده سالتك السؤال بالصيغه دي، انه هيبقوا اضافه. بتتكلم طبعا الاثنين اسماء كبيره واضافه كبيره ومنتخب مصر. لو ربنا كرمنا ولينا نصيب معانا طبعا حاجه تبقى محترمه اضافه لينا، وان شاء الله باذن الله يزودونا باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد ثابت صاروخ مدرب نادي زاد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، واحد من الأسماء المحترمة جدا يعني، جهاز فني كله محترم جدا زيد بصراحة.